السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه النهاردة؟ بداية فيديو جديد وحلقة جديدة من كانون جيمنج مع يوميات حمادة. النهاردة يا جماعة انا كنت كمان بتأسد لكم يا جماعة، لان كان في فيديو يا جماعة بينزل ومنتجته وجد. طبعا يا جماعة دوت اكتر فيديو كنت تعبت جدا يا جماعة فيه في المونتاج، وجيت انزله على اليوتيوب، اليوتيوب رفضه تماما. فانا يا جماعة انا صور يا جماعة فيديو النهاردة، مع ان النهاردة مش معاه التصوير، المفروض كنت اصور امبارح، وامبارح معرفش اصور، ولا اول امبارح، اول امبارح صورت والفيديو منزلش، تمام؟ فمعلش يا جماعة. وطبعا يا جماعة احنا هنلعب رحلة بسيطة بإذن الله. معلش يا جماعة من الصوت يا جماعة انتوا سمعتوه يا جماعة، معلش. يعجبكم يا رب يا جماعة يعجبكم الفيديو، وطبعا يا جماعة قدروني يا جماعة اني بتعب جدا يا جماعة في المونتاج. يا جماعة الفيديو اللي فات، الفيديو يا جماعة اللي فات انا جماعة الفيديو اللي فات انا صورت ربع ساعة ومنتجته. معلش يا جماعة عشان عارف يا جماعة في ناس يا جماعة ظريفة تعلق على الكلمة دي، ومنتجته يا جماعة تعبت جدا. فيلا يا جماعة بينا يا جماعة نبدأ الفيديو، ويلا بينا نبدا. والناس يا جماعه هتقول يا جماعه الله عليا يا جماعه كداب، والحاجات دي يا جماعه مش حقيقيه، تجربوها يا جماعه انتوا بنفسكم. صحيح، بس يا جماعه معلش، يا جماعه انا دخلت يا جماعه الاوضه يا جماعه بتاعت السوستوير جوه، لقيت في صوت من الشقه، تمام؟ فطلعت بره قعدت في البلكونه عشان صوت، فتقريبا في صوت برضك في البلكونه، فمش عارفه اصور ازاي. بس يا جماعه مش مهم، هصور برضك يا جماعه في البلكونه، وهنصور برضك في الفيديو. يلا يا جماعه نعمل الرحله بتاعتنا. طبعا يا جماعه الرحله يا جماعه هتكون في مصر، 88 كيلو مسافه، 22 دقيقه. بس طبعا مش هخليها 22، انا هجري بيها، هجري بالاتوبيس طبعا. ماشي، سعر التذكره، التذكره عندي بكام؟ نسيت، انا اشوف سعر التذكره. في ناس بتبعتلي يلا جاهزين بدأ عشان يا جماعة نبدأ. اتباع يا جماعة عندي 24 تذكرة، 360 باوندس. لازم بدأ المسار. already the right. بعد يا جماعة، طبعا يا جماعة احنا يا جماعة بنبدأ اللعبة، ومعلش يا جماعة على الأصوات، استنوكوا يا جماعة من حاجة يا جماعة، ورجعلكوا تاني يا جماعة. طبعا يا جماعة الأتوبيس عندي وسيخ جدا وعايز ادخل المغسلة، بس مش اشكال. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سجمان ايدي للكرسي، اعمل الكرسي بس فوق شو عشان المراية، عشان مش شايف اي حاجة. معلش يا جماعة ده كان في يا جماعة واحد اللي عايز عنا بعش اللي عايز كده. معلش يا جماعة الاصوات دي يا جماعة، معلش. الرسالة دي طبعا يا جماعة نسيب الأتوبيس شغال، نسخن يا جماعة الأتوبيس. يا جماعة احنا بدأنا اهو،
معلش يا جماعة الأضواء، طبعا يا جماعة مش هتشوفوا أي حاجة عشان الجو شد. يا جماعة الأتوبيس جامد، تفاني يا جماعة عدى 5 دقايق من الفيديو، والفيديو كمان بتعب جدا يا جماعة فيه يا جماعة في المونتاج، فالفيديو يا جماعة معلش هيكون يا جماعة مدة التصوير فيه قليلة أوي، بس أنا مرة رجعنا لكم تاني يا جماعة وبدأنا يا جماعة الرحلة بتاعتنا. ايوه نلف كده اللفة الحلوة بتاعتنا دي، وبعدين يا جماعة نروح عند البوابات نخرج كده. يلا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كنا كمان نسيت يا جماعة بجد، نبص في المراية بتاعتنا عشان بص شوف ده انا اللي حمار، انا يا جماعه اللي كده يا جماعه انا اللي حمار معلش عشان انا مبصيتش في المرايه بتاعتي. لا بشطل يا برنس جالك يعني ورا، انت عايزني اطلع يا ريس. لا انا سبت لهم بقى، انا سبت لهم فتره هما اللي ما عدوش، انا اللي بيهم بقى. الجو حر نار طبعا يا جماعه، احنا يا جماعه احنا كده جماعه في الشتاء. لا والله معيش فلوس عشان واللي سيكون افضل من امتلاك مركبه افضل للراحه يعني، والله معايا فلوس اشتري، معايا بالظبط 12,000 باوند يعني معيش فلوس اصلا. في لاج يا جماعة في اللعبة بس مش عارف في ايه. جو حر نار يا جماعة، في واحد قال لي سيكون افضل من شغل التكييف لانه يعني متلج يعني مسقعه. في لاج يا جماعه، لا ما عنديش فشات لسه يا جماعه. انا عندي اتوبيس تاني بس بعته، كنت هعمل يا جماعه حادثه دلوقتي بس بعته كمان بخساره يعني. انا يا جماعه كنت شاريه ب40,000، كنت شاريه يا جماعه ب40,000 باوندز، بعته ب34,000 يعني خسران فيه فلوس كتير. او واشتري ب34 ده شريت حاجات تانية هايفة قوي، فهمتوا؟ يا جماعة قسم بالله يا جماعة في لاج، لاج غريب قوي. مش حاضر في يا جماعة لك في اللعبة مش عارف من ايه. يعني انا عم لخبط ليه؟ بص يا جماعة بص وكده يا جماعة نهاية الفيديو يا جماعة، متنسوش تعملوا لايك وتحطوا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يصلكم يا جماعة كل جديد، اكتبوا لي يا جماعة تعليق حلو يا جماعة عشان وعايز يا جماعة تفعيل كمان تمام، لأن بتعب يا جماعة في المونتاج قوي، فياريت يا جماعة تدعموني. سلام.